إذا هنا خميلة في دخولها إلى البوابة رقم عشرة البوابة الأخيرة بانتظار بورتريت بالكب الأسود مع صادق حميد بورتريت شاركت مشاركة واحدة فقط ليس لديها الخبرة الكافية. هناك أيضا محاولات لإدخال بورتريت في البوابة رقم واحد. إذن حتى الآن ونحن بانتظار بورتريت. اذا نجحت المحاولة الجهة جاهزة إذا they are off and racing انطلق الشوط السادس على كاس مجموعة آل شريف للجهاد الإنتاج المحلي من مسافة الميل وربع الميل بانطلاقة عشر من الجهاد الإنتاج المحلي إذا بارتشمنت هو اللي يتصدر السباق من البداية بينما تلحق به ثانياً بورتريت مع الفارس صادق حميد إذا بورتريت هي التي تتصدر السباق الآن بينما المركز الثاني تينا بارتشمنت مكرمة في المركز الثالث والمرشح الأول ريتور في المركز المركز الرابع والمرشح الثاني الأغر في المركز الخامس والمركز السادس يأتينا أيضا نايت أندي والمركز أيضا السابع هنالك بريف ليدي مع عبد الرحيم جاسم بينما خميلة في المركز التاسع والمركز العاشر هنالك لازال إذا هذه هي الصدارة وهذه هي الانطلاقة بورتريت لازالت هي التي تتصدر السباق وها هي الجيات تمر من مسافة الألف ومئة متر ولا زالت بورتريت هي التي تتصدر سباق المركز الثاني بارتشميد مع الفارس اندرو اليت والمركز الثالث يتواجد المرشح الاول ريتورت الحائز على المركز الرابع في كاس ولي العهد في الاسبوع الماضي والمركز الرابع هنالك الاغر بينما دي في المركز الخامس ومكرمه سادسا لازال في المركز السادس وايضا في المركز السابع هنالك خميله هنا الدخول في الخط المستقيم باتجاه خط النهايه هنا بارشمنت هو اللي يتصدر السباق على حساب بورتريت والمركز الثالث ريتورت انطلق الآن مع أيضا ريتشارد أوليفر هنا بارشمنت هو اللي يتصدر السباق بينما انطلاقة أيضا ريتورت مع الفارس ريتشارد أوليفر إذا ريتورت هو اللي يتصدر السباق أيها المتابعون الكرام وهنالك أيضا محاولات من قبل بارشمنت ونائت أند لكن المرشح الأول ريتورت مع ريتشارد أوليفر يوسع الفارق الآن بينما نايت أند يحاول تقديس الفارغ بينما ريتورت هو بطل الشوط السادس إذا ريتورت مع ريتشارد أوليفر من يخطف صدارة الشوط السادس نايت ان دي في المركز الثاني مكرمة في المركز الثالث بينما بارتشمنت في المركز الرابع إذا المرشح الأول ريتورت من يخطف صدارة الشوط السادس على كاس مجموعة آل شريف